السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملائنا الكرام، إليكم طريقة الطلب عبر متجرنا الإلكتروني الخاص بمؤسسة مزارع الخليج. هذه قائمة بذور شركة أجري ماكس الأسبانية المنتجة لأفضل بذور الأعلاف والخضروات. نقوم بطلب بذور برسيم ديزيرت الأسباني، ثم نذهب لإتمام الطلب. كما يمكنك زيادة الكمية من هذه الخانة ثم الذهاب لإنهاء الطلب. الخطوة التالية هو تعبئة عنوان الشحن والاستلام، اختيار الدولة ثم المدينة ثم الحي ثم الشارع، ثم اختيار شركة الشحن، ثم الذهاب لآخر خطوة وهي التحويل. يمكنك اختيار أحد حسابات المؤسسة الموجودة وهي مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري ومصرف الإنماء، وبعد التحويل تقوم بإرفاق إيصال ثم إكمال الدفع. وبهذا تم استقبال الطلب بنجاح، وسيقوم فريق التسويق بإصدار بوليصة الشحن فور التأكد من وصول مبلغ الطلبية. وكما يسعدنا مشاركتك تجربة التسويق عبر حساباتك في تويتر والفيسبوك وتقييمك لنا في متجرنا الإلكتروني، ونستودعكم الله والسلام.